تقبل الله صلاتكم جميعا ومرحبا واهلا بكم من جديد. مازال هو 3 دقائق تقريبا، نرجع لصابر نعطيه دقيقه ثم نختم هذه الحلقه. تفضل صابر. من يدافعون عن دراما الاباحيه والترذيل يحدثون تلك القطيعه العلمانيه البلهاء بين الدين بين الدين والفني. يقولون لا دخل للدين في الفن، وينزعون الإثمية على المشهد بمجرد أن المتفرج قد قبلها، بمعنى أنه من يحدد إن كان هذا خطأ أو ليس خطأ، إن كان هذا تجاوزا أم لا، هو المتفرج وحده لا شريك له. وهذا طبعا موقف راه دهري الحادي مادي في جوهره، يظنه صاحبه أنه نضج يعني فني ورشد نوعي. وهذه الخطورة، الخطورة هو في نزع الإثمية عن الإثم الدرامي صح طبيعي. نعم، شكرا لك صابر، ونلقاك يوم الاثنين ان شاء الله، ونواصل مع السادة المشاهدين. مازال دقيقة جيد ان اذكر بحجم الانتقام والتشافي الذي يحدث بحق الموقوفين، موقوفين على جرائم امتع تبديل هيئة الدولة وقتل الرئيس وغيره، ولو أنه قتل الرئيس ما فيه حتى أثر من ذلك. الرئيس تكلم على القتل بتاعه، وزير الداخلية قال ثم مجرمة، رئيس الدولة قال إرهابيين، ولا نرى أثرا في التحقيقات اللي صارت الكل حتى مجرد سؤال على قتل الرئيس. فلا نقول هل هو يكذب، ولكن نقول متى صدق، نقول متى صدق. أنا من باب الرحمة والشفقة، وإن نشفق على الظالم نشفق عليه الظالم. قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال ننصره ظالما. فكيف ننصره مظلوم؟ ملي كيفاش ننصره ظالم؟ قال أن تعينوا وترجعوا للطريق الحق. فنحن نحب نعاونوه توفيق شرف الدين، ونقولوا له أرانا نخشى عليك، إنا نخشى عليك. ورضا غرسلاوي ومراد سعيدان ولطفي بن سالم وعماد مامشة ومعز العويني وحكيم الهمامي وشفيق الرواتبي وغيرهم، معز الدين العامري وياسين التايبي والهيشري وحمد غربال وعماد الزغلامي وعلي الغزواني وسامي اليحياوي وخالد الرحالي وتوفيق الجاموسي ومراد حسين وانيس كشيش مراد الحويجه ايمن العويني شهاب بن حموده. سنظل نسميكم ونقولكم ان نشفق على ابنائكم. اولادكم يقروا في المدارس مع أولاد المواطنين، ها؟ والعار أطول من الأعمار. راهي عندكم فرصة يا توفيق شرف الدين، إن عندك فرصة، وفرصتك اليوم ليست فرصتك غدوة، وفرصتك غدوة ليست فرصتك بعد غدوة، لأنك قاعد تغرق، قاعد تغرق. واعتبر من الموت ورهبته. خسرت أم زوجتك الله يرحمها، ها؟ حط الموت بين عينك، وراه كذبك وظلمك وتسلطك على الرجال راه لن يمر هكذا. راه شوف الأحكام اللي موجودة على سيدك بن علي، شوف الأحكام اللي موجودة، انظر الأحكام اللي موجودة عليه، فاحذر وحاذر. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، ألقاكم يوم الاثنين إن شاء الله. حتى ذلك الحين إن شاء الله نسمع لكم أبهى وأحسن الأخبار. إلى اللقاء.